موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا في قمة تجمع بريكس، حيث سيلقي كلمة خلال جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية. يستعرض خلالها الرئيس رؤية مصر بشأن سبل تعزيز دور الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر ودول تجمع بريكس، ما تتجه إليه مصر من فرص استثمارية واعدة. كما يتضمن برنامج الرئيس لقاءات مع عدد من القادة المشاركين في القمة. أعرب قادة دول بريكس عن أسفهم لجميع الهجمات الإرهابية في أنحاء العالم وإدانتهم للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. جاء ذلك في البيان الختامي للقمة التاسعة، مؤكدين خلاله ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب أو تنظيم أو دعم الأعمال الإرهابية. دعا سفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن كوريا الشمالية للتوقف عن انتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولية، والتي تعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين والإقليمية بمنطقة شمال شرق آسيا. جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس لبحث تجربة كوريا الشمالية النووية الأخيرة. قررت ميليشيات الحوثية اعتقال حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مقر إقامته في صنعاء ونقله إلى محافظة صعدة. وأكد مصدر يمني صدور قرار الميليشيات بإنهاء التحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح. نهاية موجز الأنباء، مستمرون معكم على رأس كل ساعة في خدمة إخبارية جديدة.